بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع نص الفهم القرائي كتاب يتحدث عن نفسه للصف السادس الابتدائي، وسننتقل إلى حل الأسئلة مباشرة حتى لا أطيل عليكم. نبدأ بحل الأسئلة. أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيبه. ماذا يوجد في السورة؟ بنت معها كتاب. بنت معها إيه؟ كتاب. أو بنت تقرأ في كتاب، وهي ماسكة في إيدها يعني. معها كتاب أو إيه؟ أو كتابين. بالضبط كتابين. لما كانت الفتاة حزينة؟ لأنها كانت ستذهب في رحلة إلى معرض الكتاب. إلى معرض الكتاب، وكانت تتمنى أن تكون الرحلة مدينة ألعاب. هذا هو سبب الحزن. كانت ستذهب في رحلة إلى معرض الكتاب، تتمنى أن تكون إيه؟ الرحلة مدينة ألعاب. متى تحدث الكتاب؟ قبل أن يتجولوا في المعرض. حط ألف أول جماعة. اكتب المطلوب في المكان المخصص. اسم الشخصية الواردة في النص. هند، كلمة تدل على الزمن الحاضر والمستقبل والماضي. كل هذه كلمات تدل على الزمن. كلمة تدل على المكان، غرفتي والمكتبة وأرض الرافدين. والطريق كلمة تدل على عضو من أعضاء الإنسان. العقل، عيون، فعل من الأفعال الخمسة. تستمتعون، فعل المضارع اللي بيتصل به واو الجماعة، أو يا المخاطبة تحكمي. واو الجماعة تأخذ. تستمع. أفعل خمسة، كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كلمة تتضمن همزة متوسطة على ياء. كئيبة. ماري أراك كئيبة، تسأل هند.
نكمل. أضع إشارة صح يمين الاختيار الصحيح من المتعددات الآتية، يعبر النص عن أحداث زيارة معرض الكتاب. مجال النص ثقافي، أقرأ النص قراءة جهرية. أضع أيضا يمين العبارة دون أن تكلفوا أنفسكم مشقة، يعني صعوبة ومعاناة. وأصبحت ذاهلة، يعني حائرة، لا أستطيع التفكير من الذهول. أخذني حديثه الساحر، يعني استمالني للاستماع إليه بإعجاب. كنت أتأمل منظره، أتأمل يعني أتساءل عن سر جماله، أتساءل عن سر جماله. أستخرج من النص ما يتفق، والعلاقات الآتية على غرار المثال: علاقة تضاد زي الماضي والمستقبل، في عندي رجالا ونساء. أيضا فتيانا وفتيات، فتيانا وفتيات، أيضا الكبير والصغير. هذه علاقة التضارب، الضجر والملل، الحاضر والمستقبل، وكئيبة وحزينة، كئيبة وحزينة. علاقة تشابه صفحات وخبرات، هنا في نوع الجمع، جمع مؤنث سالم، وفي رجالا ونساء، هنا جمع ايه؟ جمع تكسير، تمام؟ يبقى هذه العلاقات استبعد الكلمة الغريبة من أسرة الفعل كتب بتلوين حقلها، ثم أبحث عن معناها في معجم لغوي وأضعها في جملة مفيدة. الكلمة الغريبة هنا مكتبة، كاتب، مكتوب، كتب، مكتب، كتيبة، كتاب. هذه هي الكلمة الغريبة، كتيبة. معنى الكلمة الغريبة اللي هي كلمة إيه؟ كتيبة، دي معناها في اللغة. الأول نقول الكتيبة، الكلمة هي إيه؟ كتيبة. معناها هي وحدة عسكرية تتكون من عدة سرايا. السرية فيها مثلا 40 عسكري، 50 عسكري، كده عدة سرايا. يبقى وحدة عسكرية تتكون من عدة سرايا، يعني ممكن تكون، أو خليها من 3 أو 4 سرايا، 3 أو 4 سرايا. السرية الأولى، السرية الثانية، السرية الرابعة، كده كلهم يكونوا كتيب.
والسرية فيها حوالي 20 50 جنيه. الجملة المفيدة: زرت كتيبة عسكرية يبقى كتيبة وحدة عسكرية يعني مكان في الجيش بيتكون من سرايا، والسرية فيها 20 30 جندي. خلاص عرفنا يعني ايه كتيبة. زرت كتيبة عسكرية، أنا رحت الجيش وشفت الجنود وهم يتدربون في الكتيبة. بما كانت هند تحدث نفسها وهي في الطريق، يلا نجاوب على السؤال، بتقول ايه: أي متعة ستجدها في الرحلة؟ أمها بتقول لها تستمتعي، بس هي عاوزة متعة ايه دي اللي انا راح ده انا راح لماذا تعجبت هند من حديث الكتاب؟ كان حديثه جميلا، كان أسلوبه بليغا. لماذا يعد الكتاب ضرورة لكل إنسان؟ ينمي معلوماته ويفيده. يؤنسه في وحدته، يسليه، أكمل المخطط الدال على سمات الكتاب الواردة في النص. مراحل التطور: الأول كان طين وأحجار، وبعدين ورق، وبعدين إلكتروني. المكونات بعد كده أو أحجار، نرجع تاني أحجار، أوراق، صفحات. صفاته: كبير، جميل، متنوع. كيف أبدعت الكاتبة في وصف الكتاب؟ وصفته بكل الصفات الجميلة المحسوسة. قال الكتاب: إنني أتنقل بكم بين الماضي والحاضر والمستقبل. ماذا يقصد بذلك؟ الكتاب يعرفنا تاريخنا الماضي،
الكتاب يعرفنا الحاضر وما به من معلومات الكتاب يحدثنا عن المستقبل وما يتوقع أن يكون كيف هي علاقة أم هند بالكتاب وأدهم رأيي بما يؤيده من النص؟ جيدة. الرأي اللي هي بتقول لها إيه؟ الدليل. قالت لهند: أما أنا يا بنتي فأرى أنها ستكون رحلة جميلة وتجربة مثيرة تستمتعون فيها جميعا. دليل على إن هي بتقرأ وعارفة قيمة القراءة وأهميتها. هل استطاع العلم الحديث أن يصنع كتابا ناطقا؟ أدعم رأيي بمثال. نعم، والمثال الكتاب الذي حدثهم في المعرض، والكتب الناطقة على الإنترنت. الذي نقول قالت أنا كده، قالت لهند ما شعوري لو كنت مكان هند؟ كنت سأندهش مثلها وأسعد بالرحلة. سأندهش كنت سأندهش بالرحلة وأسعد مثلها. كده نكون خلصنا هذا النص، وإن شاء الله ننتقل إلى الأسلوب اللغوي، أسلوب التحذير والإغراق. والسلام عليكم، ما تنسوش اللايك والدعاء لنا والاشتراك في القناة. وأذكركم بأن القناة عليها قائمة لغتي من الصف الأول للسادس، وعلوم ورياضيات ودراسات إسلامية.